اليوم ناخذ الاضراء، يعني ناخذ الحوار الثاني مع وزاره العدل على اعتبار ان التنسيقيه تضم جميع المضربين الطعام، وقدمنا لوزاره العدل يعني تصورنا لحلحله المشكل بدءا ب يعني اجراء شفوي للجميع، جميع المرسبين. فاذا لم يكن ممكنا اعطيناها مقترح ثاني هو انه اجتياز امتحان في اقرب وقت ممكن باش الناس ما تضررش، واللي بغى يتسجل في الدوره ديال اكتوبر يتسجل. وعطينا المقترحات ديالنا الكفيله يعني باجتياز هذا الامتحان شكلا وموضوعا وحتى لمستوى الضمانات باش يكون في شفافيه ونزاهه، منها يعني نشر النموذج ديال التصحيح في الموقع ديال وزاره العدل بعد انتهاء المرحله الكتابي، يكون لجنه مستقله ويكون فيها الهيئه الوطنيه للنزاهه والمقاربة من الرشوه ومحاربتها كجهه ملاحظه، يكون السيستم كنديا مشمول زائد جوج ناقص نقطه، مجموعه من الضمانات اخرى في السن بالنسبه للمتضررين الذين فاقت اعمارهم 45 سنه، مجموعه من الضمانات حطينا لوزاره العدل، فغنتسناو وزاره العدل باش تجاوبنا. فاذا لم يكن هناك ممكن فراه الامعاء ديالنا تنتظر الاضراب على الطعام، وشكرا. رسالة واضحة المعالم، رجاء وزارة العدل لا تختبري صبرنا من جديد، لأننا مستعدون للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من جديد، ولن نرفعه إلا مرفوعين إلى قبورنا.